ومعنا دكتور احمد عامر زنابيلي استشاري جراحه العوايد الدمويه من اسبانيا. اهلا وسهلا بحيك يا دكتور. اهلا. ايه راي حيك في المؤتمر السنه دي؟ والله اني مؤتمر كتير حلو جميل والله مع دكاتره مستوى كتير عالي، واول مره بجي مصر بس كتير عجبني الجو والمؤتمر. اوكي، ايه راي حضرتك في التعاون الدولي والخبرات الدوليه اللي موجوده في المؤتمر السنه دي؟ والله مثل ما قلت اول مره بجي لمصر بس كله شفته سهولات، يعني المطار ممتاز، الطريق للاوتيل ممتاز، الاوتيل الصالة تبع المؤتمر يعني ممتاز 100%. اوكي، وايه الجديد اللي حضرتك هتقدمه السنه دي في مؤتمر ايماك؟ والله انا مختص اكثر شيء بالالياك اوكلوسيف ديزيز اندوفاسكولار انترفينشنز، وعم بريد هاي لازم نقطعها، يعني شلون باللغة العربية شير؟ شير باللغة العربية شلون؟ شير؟ شير باللغة العربية شيرينج الحاجة يعني ينشرها؟ اي بريد مثل انشر الخبرة تبعتي بهي بهالنوع من العمليات، يعني انا في نوع من العمليات أنشر. كويس فيها باسبانيا شغلة واحدة خلاص هيك انت ممكن تقولها باللغة اللي حك حبيبها. لا بقولها باللغة العربية، بحاول باللغة العربية. أوكي. خلاص. لازم انت بتقولي ابوي وامي لازم تحافظ على اللغة العربية. بقولها لامي اذا هيك طلعوا اولادك شو بده يطلع اولادك. الله يعيننا. لا بس تمام لحد دلوقتي. شوي خلاص نعيد السؤال الاخراني ده تاني. طيب. اوكي، ايه الجديد اللي حضرتك هتقدمه السنه دي في مؤتمر ايماك؟ والله بريد اعرض خبرتي بمرض الالياك اوكلوسيف ديزيز، عندنا خبره كويسه في المستشفى اللي بشتغله فيها باسبانيا، وبريد انشرها مع اصدقائي في مصر. اوكي، ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور، وتشرفنا بلقائك النهارده.